شو بدنا نرجع نفتح الموضوع مره ثانيه؟ طيب بس قلي لي انت شو بتعرفي عن عيلته حتى اول ما سمعتي الاسم جنيتي علي؟ ما بعرف شيء ولا بدي اعرف، قلت لك موضوع هذا الشاب بتشيليه من بالك. شوفي بس ما بدي اشوفه. ماما مو معقول هيك من الباب للطاقة ما بدك تشوفي ولا حتى بدك تحكي معه؟ قلت لك هي العيلة ما بتناسبنا، عم تفهمي؟ بس والله يا ماما نادية خلص هذا الموضوع لا بقى تفتحيه مرة ثانية، خلص. ما رضيت لا تحاكيه ولا حتى تشوفه. شو أعطي رد عليه؟ قال مو من مستوى العيلة. طيب خلص اتركي الموضوع علي، انا بتصرف. بس انت ليش زعلانه كل هالقد؟ لا تكوني بتحبيه ولا ايه؟ سعيد شوب كثير رايق وانا كثير مرتاح له، بفكر انه هو الشخص يلي بدي كفي حياتي معه، يلي انت ما بتعرفه انه هو يلي دافع عني يوم سمير حاولي. هو اللي دافع عنك؟ ايه هو يلي دافع عني ضد سمير. وليه ما خبرتيني؟ ما بعرف هيك صار، بس انا عم بحكي لك هلا لتعرف انه سعيد شاب كثير ظريف واخلاقه كثير عالي وانا كثير بامان فيه وبرتاح له. خير ان شاء الله. متاكد؟ طبعا متاكد. جبران سافر على لبنان ومعه بنت اسمها فاطمه من نفس الجمعيه. شو هالشبكه هي؟ معناها فاطمه صار لها كل هالمده مع جبران. سالت الجيران عنه قالوا لي عزابي وما ساكن معه حدا. وشغله؟ ما بيشتغل شيء. ما بيصير، من وين بيصرف لك؟ ما بعرف، بس أنا رحت سألت البنك إذا له حساب ولا لا، طلع له حساب، والبنك له فرع بلبنان كمان. كله عندهم بيوت وسيارات وحسابات. إيه وشو طلع معك؟ ساحب المصاري ومسكر حسابه. بالعكس، ما سحب ولا فرنك، وقدرت أعرف كمان إنه دخل على حسابه مبلغ 25,000 دولار. ومين حول له إياهم؟ بنت اسمها سهام المنصوري. ومين هي كمان سهام المنصوري؟ طلبت من الشباب يجيبوا لي كل المعلومات عنها. كثير منيح. لاحظ حسام انه كلهم بنات ما عدا جبران وهذا الرجل المجهول. يعني واضح انه شبكه منظمه. مزبوط، وكل وحده بدها بحث طويل وراها لحتى نعرف شو كانوا عم يشتغلوا. هلا بدي اعرف من هي سهام المنصوري، اذا كانت وحده من بنات دلال وشو علاقتها بجبران؟ وما بدنا نستنى لحتى تطير من ايدنا، حسام هلا بتعمل لها منع سفر. حاضر سيدي.